طيب تيجي اوريك من بعيد شويه الاول تعرف احنا بنعمل ايه. ايه الاليافه؟ ايه صوت المكن ده؟ عالي جدا. طب نشرحه الاول وبعدين نشغله. نعم نشغله الاول وبعدين نشرحه. ده اللي بيطلع عجينه الكرتون والورق. فاكر الاليافه اللي شفناها من شويه؟ ده اللي بيطلعها. دي برضو بتاعت المهندس عازر؟ ايوه عدلناها برضو. جه هنا وعدلها. هو معاكي هنا ولا سافر؟ للاسف هو مش موجود النهارده. سافر يعني موجود هنا؟ بيجي القاهره. بيجي من القاهره كتير. تمام. فالالياف بتخش من بره من اول الخط وبتمر على مجموعه منعمات متخصصه عندنا براءه اختراع عليها برضو. وبعدين بتخش في عصارات تفصل الصلب بيخرج في شكل عجينه كرتون وورق وبتخرج السائل اللي من هنا اللي يروح للسماد السائل لوحده الفلتره والتعبئه بعد كده والمعالجه. بينزل من هنا السماد زي ما شفناه. اشرح لنا بقى المكنه دي بتنزل الميه دي وبتعمل العمليات دي كلها. وقلنا ان الكرتون ده بتبعتي الحاجات دي المخلفات دي اللي بعد المكنه ما تطلعها في الشرقيه. حقيقي احنا عندنا مصنع في الشرقيه هو اللي بيعمل قيمه مضافه لعجينه الورق والكرتون. بناخد الالياف دي ونروح نمارس عليها نشاط طبيعي جدا في تشكيل الكرتون. احنا احنا الهدف الاساسي ان انت تعمل منجم من الالياف يطلع عجينه مطابقه للعجينه السابقه فيخش فيه صناعات الورق والكرتون. طب ممكن نسال برضه زي ما سالنا جيتي سؤال ليه فقلت دراسه الجدوى رحت الشرقيه ليه؟ عشان قريبين من السوق هناك اكتر مزارع. دراسه الجدوى. دراسه الجدوى. الفراخ هناك والبيض. طبعا هناك مزارع الفراخ كتير يعني البيض كتير عايزين الكراتين. بالظبط. حد هيقول لي بقى باشمهندس هيبقى بتجيب الموز منين؟ شجر الموز هي تقول لك ايه. شجر الموز موجود في كل حته في مصر، في سوهاج، موجود في دار السلام والبليانه. عندنا 3000 فدان في سوهاج. المزارعين بيجوا لحد باب. المزارعين بيجوا لغاية هنا لغاية باب المصنع بيتحايلوا علينا ناخد. تعالي خدي بتاع لو سمحتوا من غير فلوس. احنا بنشيل من على المزارع عبء شيله الجمع وتوريد، لكن هو المخلف الزراعي في حد ذاته كان حاطط عبء على الفلاح. لانه لازم ينظف الارض. زراعه الموز زراعه مستدامه. كان بقى عند العرافه الترع البتاع بيحاول يحرقه ما بيتحرقش. بيرميه في الترع والمصارف وما اكثر. مليان ميه. الحرق ازاي ده؟ مليان ميه. مستحيل مستحيل. وبيئه خصبه جدا للامراض طبعا. يعني طبعا مؤذي من كل الاتجاهات. زي ما احنا عايزين. فاحنا لقينا حل للتخلص الامن من مخلفات زراعه الموز. انت بقى رئيس مجلس الاداره؟ يس اي ام. مين معاك؟ يبقى معاكي شركات استثماريه ثانيه وكده؟ احنا شركه مصري استرالي. فضلنا يكون معانا الشركه الاسترالي جنبا بجنب علشان كنا بنعمل نقل للتكنولوجيا وتوطينها في مصر. والحقيقه هم قاموا بدور ضخم معانا. تمام. واحنا عندنا مستثمرين مصريين كانوا مؤمنين بالفكره من الاول. اشتغلوا معانا. واشتغلوا معانا. حققت ارباح. الحمد لله عملنا بريك ايفن او نقطه التعادل وبدانا نحققها. مهندس هيبه بتتغدى كل يوم مع العمال هنا. كل يوم الساعه 12 كله. عندنا اكل هنا كلنا بناكل مع بعض. وي ار فلات. وعندها بيت ورا المصنع. ايوه انا ببيت يعني جوه. تقريبا عايشه في المصنع. انا ببيت جوه المصنع. بتبقي هنا. انت بتشتغل الصبح وليل؟ اوقات بنشتغل صبح وليل وفي اوقات بنشتغل الصبح بس. طبعا انت تقدري تنامي على صوت المكنه وانت منسجمه جدا. عادي خالص. عايزه بيتي انا بانيه هنا في خطوبه. طب ايه ده؟ دي ورش. احنا الكونتينرات عشان نستخدم الكونتينرات اللي جايه لنا فيها المعدات عملناها ورش ومخازن قطع غيار. المكن ده جه في كونتينر. في كونتينر. هنرمي الكونتينر؟ لا. هبه ما بتسيبش حاجه. لا ما بتسيبش حاجه. ورحتي عاملاها ايه بقى؟ طب تعالى اوريك. ورشة. يا سلام. ورشة لأي حاجة تحصل في المكان تحصل حاجة. قطع غيار، عدد، معدات، مساعدة. وما دفعتيش في حاجة برضه دخلتي الكونتينر. دخلنا الكونتينر مبني جاهز. والتاني نفس الحكاية والنفس خلاص سيبيهم. خلاص فهمنا القصة. فهمنا القصة. يعني الواحد في كل حاجة يقدر يطلع حاجة بس لو هو عايز يطلع. لو هو عايز يطلع. فاحنا عندنا هنا عندك اولاد؟ عندي ولد وبنت. مجهزاهم للمصنع؟ بيجوا كتير وجم. حابين الفكره؟ جدا مش جدا. مش مستبعدين جداً. سوهاج ولا؟ لا خالص. هو اتعودوا لان هم شايفين ان احنا كلنا ترس في مكنه كبيره وكل واحد لو ما عملش دوره الدنيا تبقى فوضى. صحيح. وانت عندك هنا مجموعه موظفين وعمال وفنيين كتير. انا عايز اعرفك بيهم كلهم. انا بحب اشوفهم واتعرف عليهم. ممكن جدا. تيجي يا اموره. دي امر خالص. فمريم مديره المصنع الاداريه.
ازيك يا مريم؟ وبنتي الكبرى. بنتك فعلا ولا بنتك احسن بيتها. من بنتي تمام، بقضي معاها وقت اكتر من بنتي. مريم برضو من المعادي؟ لا سوهاج. من سوهاج. وجيتي مع مدام هبه ومهندسه هبه من قد ايه؟ من 5 سنين. 5 سنين استريحتي بقى اتبسطتي؟ تمام. الشباب دول كلهم عندنا رامي سميح المحاسب بتاعنا، اهلا وسهلا. وعندنا بوتقة العمالة في وسطهم رئيسهم المهندس باسم نعيم، اهلا وسهلا. كلهم اتعلموا في المصنع هنا. كلهم اتعلموا في المصنع. كلهم اتعلموا هنا في المصنع. عندنا حمامة كان معانا قبل المهندسين. والله صح. وعم عشري وعمر ضياء او جمال هنا في سوهاج بيبقى عندهم اسمين. ممكن باسمين. ماسك كواليتي عندنا منصور، هو اللي مركب كل اللي انتوا شايفينه ده، المكن ده كله مع المهندس عازر. مع المهندس رامي. رامي عازر. يس. ما عندنا بولا. منضم الينا حديثا عشان نسلم اجيال لاجيال. كويس. وعندنا ميشو او ميشيل. ميشيل ماسك السيلز بتاعتنا في السمات. احمد ابو زر اقدم واحد في المصنع. لا بقى يعني راجي ما غيرش. احمد ابو زر انا وهو كنا بنبات في خيمه واحنا بنبني المصنع. انتوا مع بعض في الطله؟ في الصحراء دي. الصحراء دي ما كانش فيه ولا مصر. ولا اي حاجه. ما كانش فيه اي حاجه طبعا. 12 سنه. فاحمد عز الرجال. والله ما شاء الله. بناتي الحلوين. دول بقى عايشين في القوصر بقى؟ انتوا في قريه القوصر ولا حي القوصر؟ ما تقولي. ديابات. ديابات. قريه الديابات. جنبينا قريبه. تيجوا كل يوم وتروحوا في النور طبعا. احنا بنوصلهم، عندنا عربيه والله بيوصل العمال وبيرجعوا كل يوم. ما فاهمة ما بيفوتش. طب ما تيجي ناخد صوره معاهم كلنا. يا ريت يا ريت. اشكرك يا باشمهندس، الف شكر. عيال الصغيرين ينزلوا تحت.